مشاهدينا الأعزاء، تحية طيبة وأهلا بكم. نستهل ونشاطنا هذا اليوم بأعلام برياح قوية سير مفعول لمدة 18 ساعة ابتداء من هذا اليوم على ساعة منتصف النهار بتوقيت العالمي، ويهم شمال تونس وشرق تونس، حيث تهب الريح شمالية غربية قوت 7 من سلم بفور، أي ما يعادل 28 إلى 33 عقدة، وذلك نتيجة لمنخفض الضغط الجوي على إيطاليا يتجه نحو الجنوب الشرقي ويواصل تسيير تيار قوي من القطاع الشمالي على مناطقنا. توقعاتنا الجوية المنتظرة لما بعد الظهر سحب عابرة على مجالاتنا البحرية بشمال تونس وشرق تونس، رياح شمالية غربية 27 إلى 30 عقدة، البحر شديد الاضطراب، بخليج قابس رياح شمالية غربية من 15 إلى 25 عقدة، البحر يكون مضطرب ورؤية تمتد من ميلين إلى 6 أميال. بالنسبة لهذه الليلة طقس أحيانا كثيف سحب بشمال تونس وشرق تونس، رياح شمالية غربية سرعتها من 25 إلى 30 عقدة، ثم تتقلص لتصل إلى 20-25 عقدة آخر الليل، البحر يكون شديد الاضطراب فمضطرب. بخليج قابس رياح شمالية غربية سرعتها من 15 إلى 20 عقدة، البحر مضطرب ورؤية تنخفض من 6 أميال إلى ميلين. يوم الغد إن شاء الله طقس قليل السحب بسواحل شمالية، ريح من القطاع الغربي سرعتها من 20 إلى 25 عقدة، ثم تتقلص لتصل إلى 10-20 عقدة، البحر مضطرب فقليل الاضطراب. بخليج الحمامات ريح من القطاع الغربي كذلك سرعتها من 20 إلى 25 عقدة، تتقلص لتصل إلى 10-20 عقدة، البحر مضطرب فقليل الاضطراب ورؤية تمتد من 200 إلى 7 أميال. بالنسبة لمنطقتي الشابة وخليج قابس، ريح شمالية غربية من 10 إلى 20 عقدة، البحر يكون قليل الاضطراب ورؤية تمتد من 2 إلى 8 أميال. نمر الآن إلى حركتي المد والجزر، بميناء أسفاقس 41 سنتيمتر على الساعة 9 ليلا و5 دقائق متر، و47 سنتيمتر على الساعة 3 صباحا. بميناء قابس 65 سنتيمتر على الساعة 9 ليلا و14 دقيقة متر، و90 سنتيمتر على الساعة 3 صباحا و14 دقيقة. بميناء جرجيس 27 سنتيمتر على الساعة 9 ليلا و3 دقائق 86 سنتيمتر على الساعة 3 صباحا و3 دقائق. في الختام ولمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال بالموزع الصوتي، زيارة موقع الويب أو بعث إرسالات قصيرة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.